قلب الأمس قلنا أصنى في الأعالي أصنى لابن داود. والنهاردة الأيام بتاعت البسخة بتبتدي من الغروب، فيوم الاثنين ابتدى من امبارح بالليل لغاية النهاردة الظهر، وبعد كده احنا دلوقتي في عشية أو مساء الثلاثاء. هتكلم معاكم في نقط عامة، ديكم مفاتيح ياريت ترجعوا تبصوا تاني في القراءات اللي انتوا بتقروها. العنوان الكبير هو الله يحبك، الله يحبك. لو انا بصيت في القرايات النهاردة هلاقي ان بيبتدي يقرا لنا من سفر التكوين بدء الخليقة، ويجي في الساعة التاسعة يكمل في سفر التكوين ويذكر فيها سقوط آدم. والكنيسة بإلهام الروح القدس تحط لنا طرح في الساعة التاسعة جميل جدا وعجيب جدا، عبارة عن 10 قطع، كل قطعة هي عبارة عن حوار بين الله وبين الإنسان. خلقتك يا آدم واديت لك وصية وعملت، وبعدين في قدام كل قطعة الشعب كله يصلي ويقول أسألك أيها الصالح أن تصنع معنا رحمة كعظيم رحمتك. فأول حاجة عايز أقولها لك النهاردة إن ربنا أحبك فخلقك وأبدعك وقال عنك أنك حسن جدا. فالخطية ليست هي من طبعك، الخطية شيء دخيل عليك، انت ابن الربنا. ربنا قدم لك كل الامكانيات ان انت تبقى ابن للملك. علشان كده في نفس النبوات ربنا بيقول لنا على لسان اشعياء عزوا عزوا شعبي يا كهنة الرب. يعني احنا النهاردة مش جايين نعزي في المسيح، احنا جايين نتعزى بالمسيح. النقطة الأولانية بتاعت إن ربنا خلقك فأبدعك فقال عنك أنك حسنا جدا، يا ريت يا رب يخترعوا لنا مرايات روحية. كلنا عندنا مرايات عادية، المراية العادية بتشوف شعرك أبيض ولا أسود وكرمشت ولا ما كرمشتش والقميص متوضب ولا لأ. لكن أنا نفسي في مراية روحية عندما تقف أمامها تنكشف دواخلك. لو في غضب تلاقي حاجة مكشرة في وشك كده، لو في شهوة، لو في طمع، بحيث ان المراية دي تبقى كشاف تقدر تكشف الاشياء الغريبة اللي انت سمحت لها انها تخش جواك. القاعدة دي عايزين نتفق عليها، ان احنا خلقنا وقيل عنا ان احنا ايه؟ حسن جدا. لدرجة النقطة الثانية ان احنا ولاد الملك، دي مش حاجة عادية ان انت تبقى ابن الملك. احنا وعينا ده امبارح وقلنا له ايه؟ وصلنا في الاعالي وصلنا لابن داود. والكنيسة تيجي طول الاسبوع ده تشيل صلوات الاجبية لان فيها نبوات عن الميلاد والحاجات دي، وتحط لنا تسبيحة واحدة برضو متاخدة من الكتاب المقدس. قولوا معايا: لك القوة والمجد والعز والبركة إلى الأبد أمين، إيمانويل إلهنا وإيه؟ ملكنا. ونرجع نكرر نفس الكلام تاني، ونرجع نكرر 3 مرات في القطعة الواحدة في 12 مرة، يبقى بنقول له في كل ساعة 36 مرة: لك الإيه؟ القوة والمجد والبركة والعز. في 10 ساعات في اليوم يطلعوا كم مرة؟ 360 مرة في يوم. حلو كده؟ الجماعة اللي قاوموا المسيح أدركوا إن هو ملك. اللي يتابع فيكم في القرايات النهاردة يقولوا له إيه؟ قل لنا بأي سلطان تفعل هذا؟ بأي سلطان؟ هم شايفين إن هو عنده سلطان، بس هو ما جاوبهمش لأن هم ما كانوش عايزين يعرفوا.
هم كانوا عايزين to challenge him بس ما كانواش عايزين يعرفوا. فقال لهم قولوا لي معمودية يوحنا من الله ولا من الناس؟ فقالوا له ما نعرفش خافوا. فقال لهم وأنا كمان مش هقول لكم. هل أنا النهاردة مقتنع أن أنا خلقت في صورة جيدة جدا وأن أنا ابن لهذا الملك؟ لو أنا اقتنعت بالنقطة الثانية دي لازم أتصرف ككده. لكن أول مرض روحي كبير بيصيب الناس اللي عايزة تمشي في طريق ربنا هو مرض الرياء. دي النقطة الثالثة. الإنجيلين بتوع الساعة النهاردة في باكر والثالثة الاثنين من مرقس. وعلى فكرة مرقس على الرغم ان هو 16 إصحاح مش كده ولا أكتر؟ كم إصحاح إنجيل مرقس؟ 16. أقول لكم حاجة عجيبة قوي، 10 إصحاحات من إنجيل مرقس بتتكلم عن أسبوع الألام. 10 إصحاحات. عشان كده مرقس يعتبر من المصادر الدقيقة جدا اللي بتشرح أسبوع الألام، وتلاحظوا قرايات كتيرة منه. فيذكر لنا موضوع التينة. إيه موضوع التينة؟ أنتوا عارفين المسيح جاي من بيت عنيا اللي هي بيت الألم رايح الهيكل، فهو ماشي شاف شجر التين مورقة ففكر ان فيها ثمر فجاع، فراح علشان يطلب منها ايه. بس قبل ما اكمل مع التينة عايز اقف شوية عند جاعة دي. هو المسيح ممكن يجوع؟ يجوع. ده اسمه جوع تدبيري. يعني ايه جوع تدبيري؟ لو لم يجع يبقى مش انسان، لكن هو بنقول عليه ان هو كامل في نسوته، يبقى لازم ايه. بس هو ما في مرة جاع إلا عشان يعلمنا درس. كم مرة تذكر عن المسيح أنه جاع في الكتاب المقدس؟ 3. أول مرة في التجربة يقول كده بعد ما صام 40 يوم جاع إيه؟ فجاه الشيطان، ده واحد جعان، قال له قل أن تصير هذه الحجارة إيه؟ فقال له إيه؟ ليس بل بكل كلمة تخرج. يبقى رفض أن يحول الحجارة إلى، فأظهر لنا الجوع البشري ولكنه رد على رغبة الشهوة في الأكل. أحياناً إحنا نبقى صايمين ونبقى نفسنا يعني إيه، إحنا سامحوني يعني بنشوف كده، نبقى في منتهى القداسة طول أسبوع الألام، وأول ما نقرب من العيد بقى تبص تلاقي باسم الصليب يعني انتوا عارفين. مش عايز اتكلم من بدري لسه شوية. طب فين الروح دي؟ ليه الشهوة دي؟ هل الاسبوع الالم ده كله ما هزبش شهوات الطعام عندنا وخلانا ان احنا نكتفي بقليل؟ ليه ان احنا ما بنصدق زي ما ايه حد محبوس كده وايه؟ فجاء المسيح لكي ما يبطل سلطان الايه؟ الشهوة، شهوة الايه؟ طعام الاكل. وجاع مرة أخرى عندما صار 6 ساعات والتقى بالسامرية. تلاميذه راحوا جابوا له أكل، قال لهم إيه؟ طعامي أن أعمل مشيئة إيه؟ الله، هو أنت مش جعان أكل؟ لا، ده أنا جعان لتوبة الناس، أنا جعان لأن السامرية دي تمررت عشتها 5 أزواج ومعرفتش تشبع، لكن لما قابلتني ورجعتها لحضن أبوها السماوي أنا إيه؟ شبعت. أنا شبعت. يبقى علمنا تاني هنا الجوع لتوبة كل إيه؟ أحد. يبقى الإنسان حاسس كده إن هو مش بقى، هستعمل كلمة تانية بدل الجوع، إن هو من جواه فاضي، يعني عايز حاجة إيه تملاه كده. عارفين أنتوا بتمارسوا الموضوع دوت لما تجي لك حاجة تفرحك قوي وبعدين حد يقول لك كل، تقول انا مبسوط، انا مش عايز اكل. ليه؟ لان انت من جوه ايه؟ شبعان. والنهارده بقى الجوع الايه؟ الثالثه. لما جاع، على الرغم بقى ان الاباء وقفوا كتير قدام الجوع بتاع الصبح ده، قال لك ايه؟ احتمال ما اكلش امبارح طول النهار،
واحتمال مريم ومرسى ما أكلهوش في بيت عينيا، فبقى له يوم طاي، يعني عارفين الطاي اللي هو واحد ياخد أيام كده من غير إيه أكل. فلما شاف شجرة التين وشافها مورقة ظن أنه ممكن أن يأكل إيه منها شيء، فراح نظر لها وراح، فلم يجد فيها إيه، فعمل إيه لعنها. ودي المعجزة الوحيدة السلبية اللي عملها المسيح. يعني إيه سلبية؟ يعني كل المعجزات شفاء مرضى إقامة موتى تفتيح عينين، لكن دي لا يأكل منك أحد ثمر بعد كده، فحصل لها إيه؟ جفت. طبعا احنا اتكلمنا كتير في موضوع التين عشان كده مش مركز عليها النهاردة، بس هقول لكم عناوين كده للي يحب يكمل. يعني أول حاجة، لو لم يكن في التينة ثمر ولا ورق لما لعنت. يعني إيه؟ في فكر الآباء الورق هو الممارسات الخارجية، والثمر هو إيه؟ نتاج سكن الله في القلب. يعني ممكن واحد اللي هنا في أمريكا يسموه تشيرش جوور، أو في مصر يقولك مدوب كنب الكنيسة، وبعدين تيجي تتكلم معاه يا رب ارحم، اقفل يا عم بقك بلاش تتكلم، تحس ان حاجة كده فتحت طاقة من جهنم. يعني طب فين ده؟ فين ده؟ يعقوب طبعا قال كده، ما ينفعش ان اللسان اللي ربنا اداهولك علشان تسبح بيه ربنا تشتم بيه الانسان اللي اتخلق على صورة ربنا. فالاباء قالوا لنا كده، لو لم يكن فيها ثمر ولا ورق لما لعنت. وده حال الامم. الامم ما كانش عندهم ممارسات، ما كانش عندهم شريعة، ما كانش عندهم ناموس، ما كانش عندهم انبياء، فما عندهمش اي حاجة يقدروا يقفوا يفتخروا بيها قدام ربنا. لكن المشكلة في اليهود، عندهم ناموس، عندهم انبياء، عندهم شريعة، عندهم هيكل، عندهم ذبائح. لو تقعدوا بقى تتأملوا في الحاجات دي يقول لك ايه، ذبحوا لا لكي يقدموا له ولكن لكي يأكلوا، زي ما ولاد علي كان يقول لك لا انا عايز حتة شويها، مش عايز الحتة اللي مليانة عظم اللي بتدوها لنا دي. لان شريعة الكاهن في سبيحة السلامة ياخد الكتف الشمال والصدر، ودي حتة مليانة عظم، فكان اللي يبعتوا العيال الخدمين يقولوا مش عايزين الحتة دي، شغل بتاع ربنا ده ما يمشيش معانا، يقولوا لهم كده. ثياب مزركشة، تحيات في الأسواق، مش عارف ايه، أشكال أشكال أشكال، شكل خارجي. مشكلة كبيرة هنا هي مشكلة الرياء، إن الإنسان الذي لا يريد أن يحيا في الخطية يستطيع إن هو يحيا في الخطية ولكن يلبس ثياب الإيه؟ البر. أنا أعتقد إن ربنا لما بيبص علينا كده بيشوف ثلاث أنواع من البشر. في نوع هم يحيون كما في السماء كذلك على الأرض، قلبهم فعلا مع ربنا، ودولة ولاد ربنا. وفي العكس تماما اللي هم الناس اللي أهدهم كيه، أنا كده، أنا أكل أشرب أعمل اللي أعمله، محدش ليه عندي حاجة. لكن المشكلة في المجموعة اللي فين؟ في النص، الذين يعرجون بين الإيه؟ اللي هم عايزين يعيشوا كأهل العالم، لكن ما يخسرش برضو إن هم يبقى عندهم حتة روحية كده وإيه، ويأخدوا يأكلوا عيش على الناحيتين. يعني اللي هم بنسميهم ليتك كنت حرا أو باردا، ليتك كنت حرا يعني حر في الروح، أو باردا يعني خاطي. قال له كده، أنا مزمع أن أتقيأك، لأنك يعني اللي بقول لك إيه، ملوش طعم كده، واحد إيه في روحياته ملوش طعم. فشجرة التين لعنت لأن كان فيها ورق ولم يكن فيها ثمر. في بعض الناس تقول لك طب ليه ربنا يلعنها؟ لأنها رمز للأمة اليهودية، رمز للأمة اليهودية، ورمز لكل إنسان له صورة التقوى ولكنه ينكر قوتها. يقول لك دول بتوع الكنيسة، هم دول بتوع الكنيسة يعملوا كده. يعني أحيانا سامحوني يجي واحد يقول لك بس يا ابونا أنا عايز أبقى شماس، أو يجي عايز أعمل قربان، أو ما تاخدني في مدارس الأحد، أو تعملني مش عارف إيه، وكل ده مش في دماغه، هو في دماغه أجندة تانية. ليه؟ هو عايز يحط وردة على البروفايل بتاعه في المجتمع، يقول لك أنا خادم أنا شماس. وياما ناس بنسمع بيعملوا حاجات ما ينفعش تعمل.
في ناس تانية قالت حاجة لطيفة خالص في موضوع التينة ده. قالوا إن الأطفال لما هجموا كده وراحوا عند المسيح وكل واحد بقى يجيب أغصان شجر نخل وأغصان زيتون، صاحب التينة دي قال لهم محدش ياخد منها ولا فرع، محدش ياخد منها ولا فرع التينة دي. فدي كانت إعلان عن أن المسيح سيد وخالق الطبيعة يرفض أن إنسان يمنعها من أن هي تشارك في استقبال الإيه؟ المسيح. وفي آباء قالوا أن الموضوع ده هتعامل زي إيه؟ إعلان عن سقوط ورق التين الذي غطى خطية إيه؟ آدم. خلاص، عشان كده احنا بنقول له في يوم أما نيجي نصلي الآن يا الذي سطر كل عري إيه؟ آدم. ورق التين ما عادش ينفع يغطي، ما عادش ينفع إيه؟ يغطي. يبقى أول كلمة الله خلقني حسن جدا، الله ملكني ابنا له، الله كشف مرض الرياء وخطورته. إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الله والله فاعبدوه، إن كان البعل والله فاعبدوه. الحاجة الرابعة هو أن الله طهر الهيكل، والهيكل ده هو إيه؟ حياتي. لما حل مشكلة الرياء هينكشف تحت الغطاء الحلو اللي بره ده، هينكشف فيه إيه؟ يعني لو ماما بتعمل كيكة في البيت كده وباظت منها تقولك مش مشكلة، ما احنا هنحط لها حاجة على الوش كده هتغطي ده كله، ده الرياء بقى. فالنهاردة هو شال ايه؟ كل ده، فانكشف الانسان من ايه؟ من داخله. فحتة النهاردة ان هو قديس مرقس بيقول ان المسيح طهر الهيكل يوم الاثنين مش يوم الحد، على الرغم ان احنا في قرايات الحد بندخلها في القرايات، لكن بيقولوا الآباء إن هو اكتفى بالموكب الملكي اللي عملوه له الأطفال وسعف النخيل وصرخهم، ولم يرد أن يثير حفيظة اليهود ورؤساء الكهنة أكتر، فخلى تطهير الهيكل ليوم الإيه؟ الاثنين. يبقى لعن الرياء وخطورة الرياء إن مع دول بالذات إنه كان مخبي وراه ذات. يعني هم دولت النهاردة مشكلتهم إيه؟ قال لك هو زل كله قد صار ايه؟ يعني انا متخيل كده ايه، لو انا كاهن في كنيسه والاقي الشعب كله بيحب المسيح او ما نزعل، اصل انا عايزهم يحبوني ايه؟ انا. هو ده نفس الفكر، يقول لك ايه هو زل كله قد صار وراءهم، احنا لا ننتفع شيئا. طب وانتوا عايزين ايه؟ انتوا اساسا ايه؟ انتوا جايين منين ومين شغلكم اساسا؟ ودي طبعا زي ما احنا بنشوف في خدمه، واحد يقول لك خدمتي، اوعى حد يقرب من الحته دي، هو واحد بس، حدش يعمل حاجة دي غيري. نفس الحتة دي، الذات، الذات، الذات هي اللي خلت العالم دي تعمل كل ده. لما المسيح رفع رداء الرياء كان من السهل ان هو يطرد باعة الحمام والصيارفة والناس دي كلها ويطهر الايه؟ الهيكل. لو انت قعدت مع نفسك قاعدة كده بأمانة وحسيت ان انت شكلك الحلو في الكنيسة ده تحتي حاجات مش كويسة انت عايز تخلص منها، محبة مال، شهوة، غضب، خصام، قضية رفعها على حد، مش عارف الكلام بقى كله بتاع الايه؟ العالم ده. تبتدي انت تبقى صادق مع نفسك وتبتدي تقرر ان انت لازم تعمل ايه؟ تتغير. تغيروا عن ايه؟ عن شكلكم. لازم تتغير. المسيح لما دخل امبارح لم يدخل ليملك على عرش داود المنظور، ولكنه دخل ليملك على ايه؟ الصليب. اليهود عارفين ان يوم 10 نيسان يدخلوا الخروف يقعد تحت الحفظ 4 ايام، لغايه 14 نيسان ايه؟ يذبح. فالمسيح اما دخل كملك هو دخل يرفع الرياء ويطهرنا من الخطيه لكي ما يملك على الخشبه، واحنا يوم الجمعه العظيمه ما نفوتهاش، نيجي نقول له لحن بياخد له بتاع 20 minutes، نقول له ايه؟ بيك ثرونوس، عرشك يا الله الى ظهر الدهور، قضيب الاستقامه، قضيب ايه؟ ملكك. يبقى انا لو قدرت اتخلص من الرياء وقدرت ان انا اقدم توبه حقيقيه عن كل ما يفصلني عن الله او كل ما يدنس قلبي الذي هو هيكل الله، يستطيع المسيح ان يملك على ايه؟ عن قلبي. ودي دخلنا النقطه اللي بعدها، معرفش تبقى كام، اللي هو بقى ايه؟ يقول لك قضى النهار كله في الهيكل يعلم.
يكون الجميع متعلمين ايه من الله. وجدت كلامك كالشهد في ايه فاكلته. يجي واحد يساله اقليل اللي بيخلصه، قال له ايه؟ جاهد انك تخش من الباب الايه الضيق. في نبوه جميله النهارده في الساعه الثالثه، يا ريت نحفظ الايه بتاعتها من ملاخي، يقول ايه؟ ضعوا في قلوبكم انني احببتكم يقول الرب. انا عايزك تتمتع بالحته ديت. انا بقابل ناس كتير عندهم مشاكل، محدش بيحبنا. انا لو ربنا حبني صدقوني ما محتاج حد تاني يحبني، خلاص ده انا هبقى فاونتن اوف لاف. عارفين فاونتن اوف لاف؟ تعرفي فاونتن الشوكولاته، لكن انا عايزك تبقى فاونتن اوف ايه؟ اوف لاف. يعني انت كده تمشي تطرطش حب على ايه؟ على الناس. بيقول كده ضعوا في قلوبكم اني احببتكم يقول الرب. انت ايه ده؟ حاجه ما فيش بعد كده. فيجي بعد كده زي ما قلت لك يقعد يعلمك، يوريك الطريق. حاجات كتير لو تقعدوا تقروا بقى في النهارده تلاقوا الحوارات دي كلها. النقطه اللي بعدها نقطه تحذيريه، دينونه الله ستاتي ستاتي. ما تفتكرش ان احنا ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. لو تقروا في، لو تبصوا كويس في القرايات النهارده في الاناجيل بالذات، هتلاقوا كلام ربنا شديد جدا. يعني مثلا الكنيسه تجيب لنا نفس الانجيل اللي اتقرا يوم جمعه ختام الصوم بتاع المرساه على اورشليم وتحطه لنا النهارده في القرايات. ليه؟ كم مره اردت ولم تريده. طب ولو يعني هي ايه فري ويل، يعني انا مش عايز وخلاص يعني؟ لا، هو ذا بيتكم يترك لكم ايه؟ وبعدين العرز اللي انتم شايفينه الهيكل ده لا يترك فيه حجر على حجر الا وايه وينقل. يبقى النهارده النقطه دي هي نقطه ايه؟ تحذيريه. تمموا خلاصكم بايه؟ بخوف ورعده. اوعى تاجل توبه، اوعى تاجل توبه. ليه؟ لان برضو في قرايات النهارده النقطه اللي بعدها ان يوم الرب ياتي بغته. صدقوني محدش يعرف. الناس بتبقى قاعده زي ما قال على الامثله بتاعه المجيء التالي، اتنين قاعدين على الرحايا، اتنين على السرير. حد احنا دلوقتي مش محتاجين رحايا وسرير، بيبقى الناس قاعده كده اديني كوبايه ميه، لا شكرا انا غيرت العنوان. يبقى هذا اليوم ياتي بغته، فكونوا ايه؟ مستعدين. وبعدين يدينا اخر نقطه اقولها، نصيحه هامه جدا. لما قالوا له نعمل ايه؟ على فكره لما تقفوا في القرايات تلاقوا ان الشعب كله كان مع المسيح، لذلك هم خافوا ان هم يقبضوا عليه في وسط الناس. الشعب كله كان معاه. قال لنا ايه؟ قال لنا اسهروا وصلوا. دي اخر حاجه اقولها لك، اسهروا وصلوا. يعني النهارده التوبة والمحبة ربنا والكلام ده مش نقطة كده بنعدي وخلاص، لا، مش أنا مسيحي وزي الناس اللي التانية تقول كلمتين وخلاص، لا. دمموا خلاصكم بخوف ورعدة. يقول لنا اسهروا وصلوا. سهر في الإنجليزي أحسن، واتش واتش، يعني خليك كده alert كده. ليه؟ alert ليه؟ لأن الخطية تجيلك من أي حتة. الشيطان لو معرفش يوقعك برة هيوقعك إيه؟ جوه. لو ما عرفش يوقعك في خطية ظاهرة كده أنت تنكف إنك تعملها، يخش لك بقى بحتة الكبرياء بقى، طباقة بالحقيقة بقى، أنت بتعمل مطانيات فيها، ده أنت المطانية الواحدة، ده أنت بقيت زي سمعان الخراز لما كان يعمل مطانية كان الجبل يرتفع ويمشي الجبل يمشي قدامه. طباقة بالحقيقة، وتصدق نفسك وبعدين تلاقي إن الجبل وقع في دماغك أنت وأنت ما تعملش حاجة. أحبائي، ربنا بيحبنا، خلقنا على صورته ومثاله، وإحنا اخترنا حكم الموت وأخطأنا وهو أعدنا إليه. هو دخل كملك لكي يصلب ويملك على خشبة، وبيقول لك احذر من خطية الرياء، وبيقول لك توب وطهر قلبك، وبيقول لك خليك متعلم مني، وبيقول لك احترس لأن ما في دينونة، وبيقول لك اسهر على خلاص نفسك، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.